السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. طبعا هنكمل باقي اليورين أناليسيس. كان في جزء فاضل اللي هو كنت اتكلمت على التأكيد على البروتين. عشان نعمل ديتكشن احنا بنسخن التيوب. بعد كده هندخل على الميكروسكوبيك اكزامينيشن وهنتكلم عن الكريستالز. في ناس طبعا يمكن في فيديوهات كتير بتوضح الكريستالز وبتجيب شكل واحد. انا قررت ان انا اتكلم على جزء الاسيديك في حلقة والالكالاين في حلقة، بحيث ان الكل يبقى عارف الاشكال. يعني وطبعا الاشكال ممكن تختلف من مكان لمكان، فعشان كده قررت اجيب صور كتيرة وفيديوهات كتيرة لكل كريستال على حدة. فالنهاردة هنتكلم على الاسيتيك كريستالز الموجودة في الميكروسكوبيك اكزامينيشن. اول حاجة هتكلم على ايه الكريستالز، ازاي بنعمل البروسيجرز عشان نبدأ نعمل ميكروسكوبيك اكزامينيشن. اول حاجة ان احنا طبعا اليورين بنحطه في تيست تيوب، وبعد كده بنبدأ نحطه في السنترفيوج لمدة 10 دقايق. وطبعا بيحصل بريسبتيت. البريسبتيت ده هو اللي بنعمل له اكزامينيشن. طبعا لما بنعرف البي اتش عن طريق الدبستيك فبنشوف طبعا اليورين اللي قدامنا ده اسيديك ولا الكلاين. فلو كان اسيديك في املاح بتظهر معينه في الاسيديك، ولو كان القلاين املاح تانية بتظهر في القلاين. فما ينفعش ان احنا ما نبقاش عارفين البي اتش، عشان طبعا ده بيخلي الريبورت سليم. لازم نكون عارفين ده. يعني ما ينفعش ان انا اكتب حاجه بتظهر في القلاين والمحلول اللي عندي اسيديك، يبقى تقريبا الريبورت اللي انا عملته ده غلط. فاحنا الكريستالز اللي موجوده في اليورين بتتقسم لاتنين. الاسيتيك زي ايه؟ زي الكالسيوم اوكساليت، زي اليوريك اسيد او اليوريتس، زي التريبسين، زي السيستين، زي اليوسين، زي الكوليسترول، زي السلفونامايدز. طيب ايه اشكالهم تحت الميكروسكوب؟ هنتكلم الاول ايه هو الكالسيوم اوكساليت. هو كريستالز، ده السبب الرئيسي للكيدني ستونز. اي حد عنده حصوات في الكلى يبقى دايما بنلاقي بيظهر تحت الميكروسكوب كالسيوم اوكساليت. لما بيحصل ان احنا بنلاقي الكريستال دي بكميات كتيرة او عمل كرامبس، بتظهر ان هي تبدأ بقى ان هي تكون لي الكيدني ستونز، وبنلاقي كمية كبيرة جدا من الاوكسالات او تولت الاوكسالات على حسب الحالة بتاع الستون، وعلى حسب الراجل ده عنده ستونز ولا لا. طبعا لما بنيجي نكتب ريبورت، اول ما بنلاقي الكالسيوم اوكساليت موجود بنشوف الفيلد لقينا كم واحدة. هل لقينا كمية كبيرة جدا في الفيلد فبنكتب 3+، لقينا كمية متوسطة بنكتب 2+، لقينا كمية قليلة بنكتب +1. طبعا ده لازم يبقى موجود في الريبورت، وهوريكوا الشكل. ادي اشكال الكالسيوم اوكساليت. طبعا احنا لما بنلاقي واحد ده حاجة رير فبنكتب +1. يعني لو لقينا في كل فيلد كده واحدة يبقى بنكتب 1. لقينا في كمية كبيرة كده او كمية متوسطة فبنكتب 2+. لقينا كمية كبيرة في الفيلد وكل ما تنقل للفيلد نلاقي كمية اكتر، لا لازم نكتب 3+. يبقى الراجل ده عنده احتمالية كبيرة ان هو يكون ايه كيدني ستونز. هو اليوريك اسيد. اليوريك اسيد هو طبعا بيبقى موجود نورمالي بنسبة من 52 ل 750 ملي جرام. لو زاد عن كده يبقى دي حالة مرضية.
ولو زاد اليوريك أسيد في اليورين ده معناه في مرض اسمه الجوت. الجوت اللي هو عبارة عن النقرس. النقرس ده زي ما احنا شايفين بيكون في التهاب وألم دايما في الأطراف، والإنسان ما بيقدرش يمشي. كمان ممكن يكون وجود اليوريك أسيد بيكون سبب في وجود الكيدني ستونز. بعد كده هنشوف اليوريك أسيد. اليوريك أسيد أدي أشكاله. طبعا زي ما احنا شايفين ممكن يظهر في صورة زي مربع، وممكن يظهر في صورة زي وردة كده، وهو اصلا مايل لونه، دايما بنلاقيه مايل لونه من الاصفر الفاتح للبني الغامق، وبيبقى عامل زي كسر الازاز. اول ما بنلاقي حاجه تحت الميكروسكوب شبه كسر الازاز يبقى على طول ده اليوريك اسيد، ودي غالبا الاشكال اللي دايما بتظهر في حاله اليوريك اسيد. كمان بعد ده هنشوف الفيديو بتاعه. احنا عندنا امورفوس في الاسيدك والالكالين. لما نلاقي بي اتش اسيدك يبقى ده على طول امورفوس يوريات. بيكون لونه عامل ازاي؟ دارك او يلو او ريد جرانيولز او وايت او كولرلس. طبعا ده كله ان احنا بنعمل سنترفيوج. كمان احيانا بيظهر كانه بريسبتيت لونه بينك. تمام. الامورفوس بقى ده بيبقى عامل شكله زي التراب تحت الميكروسكوب. هنشوفه. ادي شكل الامورفوس يوريات تحت الميكروسكوب، ولازم ناخد بالنا جدا الوسط ده ايه. لما اسيدك يبقى ده امورفوس يوريات، لو كان الكالين يبقى امورفوس فوسفيت. فلازم البي اتش هي اللي تحدد ده امورفوس ايه، لان هما الاتنين شكل بعض تحت الميكروسكوب بيبقوا عاملين زي التراب على السلايد. كريستالز هما بتكون ملهاش لون، بتبقى عاملة زي الإبر. بتبقى موجودة طبعا في الوسط اليورين اللي بيكون حمضي، وأحيانا بتكون نتيجة أو معظم الأوقات بتكون ناتجة من الميتابوليك ديس أوردر، خاصة لو كان البيشن ده مريض كبد. السيمبتومز بقى including difficulty، طبعا فيفر، ممكن يكون دايريا عند البيشن ده، دم في الاستول، احيانا بيكون فوميتنج، فدايما بنلاقي التيروسين. ومش شرط، لانه ممكن على حسب الكميه واللي ظهرها تحت الميكروسكوب. ده سكان التيروسين، بيبقى عامل زي النيدل شيب اهو موجود، ودي ده شكله تحت الميكروسكوب.
ليوسين كريستالز. الليوسين لما بنشوفه ده مشكلة، ان في مشكلة severe kidney disease sorry severe liver disease، ولازم نعمل investigation ونعمل انزيمات كبد للمريض ده. ادي شكل الليوسين تحت الميكروسكوب، بيبقى عامل زي الدايره كده. وياريت يا جماعه ناخد بالنا جدا، لان في ناس بتفتكرها اوفا، مفيش اوفا بتطلع في اليورين غير اوفا واحده بس او اتنين، هكلمكم عليها لما يجي وقتها. السيستين بيبقى موجود في اليورين، ولما بيكون بكميه كبيره معنى كده ان في حصلات في الكلى. ادي شكل السيستين بيبقى تحت الميكروسكوب، وده سبب احيانا لكيدني ديزيز او تكوين حصوات. كده هنتكلم على الكوليسترول كريستالز. طبعا هي بتبقى عاملة زي كأنها مستطيل، ولكن مستطيل متكسر من الجانب، من احد الجوانب. فدي طبعا بعد ما بنحط اليورين ده في الريفريجريتور او في الثلاجة، بنبدأ نشوف الكريستالز دي موجودة ولا لا. طبعا هي ممكن تكون حالة مرضية او ممكن نشوفها في صورة طبيعية، انما لو زادت عن حدها معنى كده ان في مشكلة في الكيدني، وممكن ده يكون عنده المريض ده مريض عنده فشل كلوي. دي شكل الكريستالز تحت الميكروسكوب، مربع او ريكتانجلر مستطيل ومكسور من حتت كده، لازم ناخد بالنا من الاشكال دي.